بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وزوجه واتباعه ما سقط التعليم على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلي الدكتور حمزة بن إبراهيم العثمان حفظه الله. قال الباب الأول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن عباد بن الصامت رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: فيه مسائل: أولا سعة فضل الله، ثانيا كثرة ثواب التوحيد عند الله، ثالثا تكفيره مع ذلك للذنوب، رابعا تفسير الآية التي في سورة الأنعام، خامسا تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، سادسا أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المأمورين، سابعا التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ثامنا كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، تاسعا التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، عاشرا النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارة، الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للمعطلة الأشعرية، الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدا لله ورسوله، الخامس عشر عبدي الله ورسوليه، الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادس عشر معرفة كونه روحا منه، السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامن عشر معنى قوله على ما كان من العمل، والتاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. قال الشيخ شرح الشيخ في الشرح رضي الله، قال: من حسن تصنيف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد أنه بدأ بذكر حق الله الخالص في توحيده، ثم ذكر فضائل التوحيد حتى تكون عبودية الخلق لله وتوحيدهم له أداء لحقه سبحانه ورغبة في ثوابه، وفي هذا حث للمسلمين على تحقيق التوحيد، فمن عرف فضل الشيء حرص عليه. ولم يقتصر الإمام في ذكر فضل التوحيد على هذا الباب فقط، بل الأبواب التي تترى بعده كلها في فضل التوحيد وبيان معناه، لأنه لا يحقق التوحيد من جهله. ومن حذق الإمام ونصحه
ذكره فضل التوحيد استدلاله بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ليبين للمسلمين أن التوحيد عمل وليس مجرد معرفة، وهذا من تمام نصحه حيث بين ذلك في أول كتاب. وقد ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر فضائل التوحيد في هذا الباب بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأن الأمن من أعظم ما يكون من الفضائل، وأول ذلك أمن القلب من المخاوف فيطمئن بالله وتجتمع إرادته وشعثه على إرادة الله فيسكن من تفرق الهموم والخواطر، ويحصل الأمن للموحدين في الهداية والنصر والرزق والكفاية لمن حقق التوحيد والعبودية لله وحده. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويحصل الأمن للموحدين في الدنيا وعند الاحتضار وفي البرزخ وحين البعث وفي الآخرة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم فضائل التوحيد التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب تحريم دخول النار على من حقق التوحيد الذي دل عليه حديث عتبان رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا التحريم إنما يكون بتحقيق التوحيد علما واعتقادا وعملا ودعوة وجهادا، وليس بمجرد نطق اللسان. وذكر شيخ الإسلام حديث عبادة بن الصامت ليدفع توهم أن قول كلمة التوحيد بدون تحقيقها سبب لدخول الجنة، حيث جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله مخرجه حيث قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه ورواه النسائي كذلك. فأفادنا الإمام بتصحيح ابن حبان والحاكم الحديث وصححه الحافظ الذهبي رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحديث في إسناده دراج أبي السمح ورواياته فيها مناكير، يعني ليس كلها كذلك وإنما بعض رواياته. وهذا الحديث من رواية أبي السمح دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يحيى بن معين رحمه الله: ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس، دراج ثقة أو دراج ثقة وأبو الهيثم ثقة. والحافظ بن عدي رحمه الله سير مناكير روايات دراج وهذا ليس منها، ثم قال: وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من الحديث يتابعه الناس عليها. وحديث أنس رضي الله عنه ودراج بن سمحان أبو السمح المصري وأبو الهيثم هو سليمان بن عمرو المصري قال والحافظ بن عدي، وحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه بيان فضل التوحيد في تكفير الذنوب، فتحقيق التوحيد اعتقادا وعلما وعملا ودعوة يكفر السيئات ويثقل موازين الحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنات أصلها وأساسها التوحيد، وكل أنواع الحسنات من حقائق التوحيد، والتوحيد هو علم القلب واعتقاده وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، ومن تحقيقه فعل المأمورات وترك المنهيات
ومن فرط في مأمور أو فعل محظورا فالتوبة تكفره، والغفلات يكفرها التوحيد، والعمل الصالح إذا رجحت على السيئات، وتكفير التوحيد للذنوب بحسب التحقق أو بحسب التحقق بالتوحيد والإخلاص فيه والعمل بمقتضاه. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنها من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل حالا لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره. سبحان الله، كنت أسمع شيخنا قبل قليل يعني دعاء النبي الذهاب المسجد: اللهم أعطني نورا واجعل في قلبي نورا وأمامي نورا وفوق نورا وأعظم لي نورا. شيخ عبد الرزاق فيقول: منهم من يأتي القيامة النور معه كقدر الإبهام، منهم من يأتي كالشمس. يقول: فانظر تفاوت الناس. والحديث القدسي الذي قال الله فيه: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، يدل على إقبال الموحدين على ربهم بالعمل الصالح والانتهاء عن الذنوب، فهذا من تحقيقهم للتوحيد الذي يكون سببا في تكفير ما سلف من السيئات. قال ابن القيم رحمه الله: أما الحديث الآخر: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقع الخلط والتخليط. هذا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.